إيكوماغ وحديثنا حول الجمعيات اللي الملاحظ أنه فما نوع من الضغط بما أنه أساسا وحتى خلق الجمعيات من حيث الأرقام. وهوني باش نزيد نرجع يمكن لضيفتي لأكثر تفاصيل سيدة زهور وعمارة، مرحبا بك مرة أخرى، عن المادة 19 والارتيكل 19 اللي هي يظهر لي قبل حتى ما نرجع للنقاط اللي ذكرتهم قبل فلاش بوخس بالأرقام بالنسبة للسنوات اللي فاتت، فما تراجع في بعض الجمعيات. اي بالارقام هنالك تراجع لبعض الجمعيات، والارقام هذوما نجموا نشوفوهم اذا على مركز افاده اللي هي قاعده اذا توثق بطريقه منتظمه نسق يعني تكوين نسق تكوين الجمعيات. اليوم احنا عندنا وخلطنا يعني بخيسك 24,000 جمعية، ولكن في 24,000 جمعية ذوما مركز إفادة ما يقولكش أنهي منهم التي اضمحلت، أنهي منهم التي يعني التي تنشط، التي لم تعد تنشط. فما جمعيات اختفت يعني انصهرت اختفت، وثم جمعيات يعني انصهرت في مثال معناها دي غيزو معناها دسوسياسيون ولا حاجه. ف ولكن يعني هنالك يعني اموا معناها عندنا يعني مؤشر واللي هو مركز الافاده قاعد يقوم به بطريقه منتظمه. واحده من التوصيات اللي احنا حطيناها لانه هنالك يعني دراسه سوف تنشر يعني في الابان فيما يخص اذا الدراسه هذه اللي سميناها حريه تكوين جمعيات والاسهام الاقتصادي والاجتماعي والنفاذ الى 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 الموارد، باش يكون يعني فيها العديد من التوصيات، خصوصا هنالك التوصيات يعني الموجهه انه هاتوا يعني انه نفهموا اكثر، انه يكونوا عندنا دي بلاتفورم اللي نجموا نشوفوهم، انه نشوفوا التطور الحقيقي لحياه الجمعيات اذا في تونس، شكون الناشطه وشكون يعني الغير ناشطه، وكذلك يعني الاسهام الاقتصادي فيما يخص يعني المعاملات الماليه، يعني هما حاجات يعني كلهم انهم الدوله تنجم ان هي توفرهم وان هي تكون هنالك يعني مراقبه ولا نظام يعني مراقبه جيد، ومش يعني يكون هنالك خاطر كان تشوفوا مثلا في تقرير محكمه المحاسبات قال انه حتى لي فالور معناها اللي بعثتهم له البنك المركزي قال معناها دائرة محاسبات انه مراهو هذايا ناقص معناها انه بريسك اون بارل دو باغ اكزومبل بور لاني 2017 دو 41% اللي هو معناها فيما يخص اذا الاسهامات الماليه للجمعيات. فاذا هنالك يعني موجود نجموا اذا نتبعوا النسق نشأت الجمعيات، ولكن المتابعة هذه ما تنجمش أنها تخلينا نشوفوا أنهم منهم اللي مازالوا يخدموا، أنهم منهم اللي ما عادش يخدموا، أنهم منهم يعني ماهمش موجودين، وكل واحدة مثلا شنو إسهامها، شنو طبيعة النشاط نتاعها، شنو الإمباكت نتاعها على المجتمع. هذا يهزني احنا عن طريق الدراسة، سامحني جبت على النقطة نرجع النقطة دي. احنا في الدراسة هذه أكيد معناها خلينا عينات خاطر ما نجموش نخدموا على الجمعيات الكل، ولكن يعني عن طريق يعني حوارات مع دراسة يعني ميدانية انه حاولنا معناها انه ناخذوا بعض من المؤشرات التي يعني تشتغلوا عليها الجمعيات. خلينا نفكر ان انتم الدراسة هذية كانت بالتعاون مع المختصة في علم الاجتماع سيدة فتحية السعيدي، وصارت على نيشانتيون 15 جمعية او نموذج من 15 جمعية اللي احدد عدد مواطن شغل مهم، نحكي على اكثر 119 مواطن شغل. كنا نحكيو مثلا على 15 جمعية، 15 معايا انها خلقت 119 موطن شغل. انه كي نجيو معناها نحسبوا معناها احنا شنو معناها اوبتيميزي 5000 جمعيه تكون انها خلقت 36,000 موطن شغل. انه حاجه مثلا تلقاها مثلا في الدراسه انه ما بين 2014 و2017 تم هنالك يعني 92,475 منتفع ومنتفعه باليات عقود الخدمه المدنيه. انه مثلا كي نعاود نرجع مثال فيما يخص العمله الصعبه، حجم العمله الصعبه حسب نعاود نرجع للتقرير محكمه المحاسبات لسنه 2019 معناها اللي تلقاوه على موقعهم مشروع على موقعهم، انه وصلت اذا حجم التمويل في العمله الصعبه في سنه 2017
68 مليون دينار، وفي سنة 2018 78 مليون دينار. واضح. خليني نختم معك جوستومون، بما نحكينا على البنك المركزي وعلى العملة الصعبة اليوم، شنو هو الإشكال؟ هل هناك مازالت هناك فما تخوفات كبرى من عملية تبييض الأموال المعتمدة فيها الجمعيات كوسائل ربط انصح أو عامل ربط انصح التعبير سيدة زهور؟ شنو اللي يمنع اليوم أو شنو اللي يخلي الإشكاليات التمويل تظهر من جديد وإشكاليات النفاذ إلى عمليات التمويل والممولين اللي قلنا عددهم كبير وفما أموال كبيرة موجهة للجمعيات؟ يعني اليوم من جديد يرجع النقاش اللي يمكن ما شفناهوش عنا برشا للفكرة التمويل الأجنبي، تبييض الأموال اتسيتيرا. إلى أي مدى هذا مطروح، وخاصة إلى أي مدى هذا واقعي اليوم؟ نعود نحكيه على مسألة التمويل الأجنبي. هي يعني هي كحوار، هو حوار شرعي ومشروع، لأنه الجمعيات هي بيدها مطالبة أن هي تنشر التقارير المالية متاحها، وأن هي زادة كذلك تنشر يعني تمويلاتها الأجنبية ومن بصدد يعني تمويلها. ولكن الحوار لم يأخذ البعد التقني متاعه، وما حكيوش عليه يعني بطريقة يعني تقنية، وما جبناش يعني الخبراء التقنيين اللي نجموا يحكيوا على عملية بطريقة يعني تقنية وعملية. ولكن هو يعني أصبح أكثر يعني أنه هو خطاب سياسي، وأن هي يعني محاصصات يعني سياسية، وأنه وخاصة يعني ظهرت كان عاود مثلا نذكركم أنه يعني دور الجمعيات وكذلك يعني ارتباط يعني بمسألة تمويلها الأجنبي عندما يعني تعرضنا لمشكل أفريقيا جنوب الصحراء، وقت اللي صار هنالك يعني دعم، وقت اللي صار يعني هنالك يعني تضامن وحملة يعني تضامن من قبل مكونات المجتمع المدني، فعاد هذا الحوار من يعني نافذة يعني سياسية، وأنه أنهم الجمعيات هم بصدد خدمة أجندات يعني سياسية وأجندات خارجية. يعني هو المشكل أنه مش أنه هو باش نحكيه على التمويل الأجنبي، بيان أو كونتخيغ احنا أكثر ما نحكيه على التمويل الأجنبي أكثر ما نفسروه يعني التمويل الأجنبي، وأكثر ما لازم يعني وهذا حتى المقرر الخاص في ما يخص يعني حرية تكوين الجمعيات يقول لك أنه التمويل الأجنبي يعني هو يقول لك التمويل يعني التمويل العمومي وكذلك التمويل الأجنبي، لأنه هنالك دول ما عندهاش يعني التمويل العمومي جملة يعني كلها من التمويل الأجنبي، أنه هو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، وأنه الجمعيات إذا ما تستطيعش انها مثال تعيش انه فقط ب لي سوبفونسيون مثال انه التطوعيه، وانه مثلا معنى مثال تحط جمعيه اشتراك سنوي، نقولوا حتى مثال اشتراك سنوي ب 100,000 اسكو، وهي مثال ما عرفش ان عندها 20 عضو ولا عندها 50 عضو، اسكو هذا يخليها انها تنجم مثال ما ينجمش وحتى مشروع على مستوى المحلي. وكذلك يعني احنا زاده ما ننساوش انه في تونس هنالك عندنا عجز فيما يخص التمويل العمومي واجراءات اداريه يعني مشتة جدا ومعقدة جدا. وهل سيتم تمويل كل الجمعيات، ولا هل هنالك سيكون هنالك ترتيب تفاضلي؟ يعني هذه الكل نشوفوا انه هي يعني المسألة هي معقدة، ان هي المسألة يعني متشعبة جدا، رغم انه هنالك اجراءات قانونية موجودة في مرسوم 88 ونجم نحسنوا فيها. يعني احنا المشكل مش انه نحطوا اطار قانوني جديد، انه المشكل انه كي نحطوا اطار قانوني جديد انه يكون الاطار القانوني هذا يحافظ على مكتسبات المرسوم 88 ويطورها، او مثال انه الدولة تكون هنالك لها اجراءات رقابية ووسائل رقابة فعالة انها تدعم اكثر الشفافية. بالعكس معناها هذه حاجة انها باش تخلي هنالك يعني حوكمة، انه باش تكون حوكمة مالية، حوكمة ادارية، باش تخلي زادة انه يعني هنالك
هذا يعني التعامل يعني مستمر مع الجمعيات ومع السلطات. لأنه احنا لازمنا نفهموا انهم الجمعيات والسلطات هم ليسوا بأعداء. يعني مثلا كان جيو مثال احنا اليوم مثال نشوفوا انه هنالك مثال كان ناخذوا مثال الجمعيات النسوية انه نشوفوا مثال انه يوفرون مراكز الاستماع ومراكز الإيواء فيما يخص مثال النساء ضحايا العنف. انه مثلا جمعية كي نحكي على جمعية واحدة مثال عندها بريسك مثال الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات انها عندها بريسك 2000 مركز استماع في الجمهورية التونسية. هي هنا بصدد يعني تقديم مساعدة لمثال وزارة المرأة، هي ذات كذلك بتقديم مساعدة يعني بشكل من الاشكال تعطيل بشكل من الاشكال تعطيل تمويلها، والا هذايا باش يتسبب من بعد في تبعات سلبية جدا على النشاط نتاعها في المجتمع اجمالا، وهذا مش من فايدة حتى حد. يقول هذا شنو تحب تقول سيدة زهور وعمارة منسقة برامج مرجع المادة 19 أو الأرتيكل 19؟ شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها. نفكروا دراسة تخرج بعد فترة إن شاء الله، والحديث كان حول الحملة المرتبطة بالنشاط الجمعياتي وخاصة النفوذ النفاذ والولوج إلى التمويل. شكرا لك مرة أخرى على المداخلة متاعك. نحن بنمشيو مباشرة للاقتصاد العالمي، شنو اللي فما جديد بطبيعة في أغلب اللي صاير، وذولي هجرت أكل لي كل شيء مربوط بلقاع التحرير في غزة.